بدها تطلق وانا اخر من يعلم. شو؟ ما عندك شي تقولي؟ الله يوفقك ماما، يلي فيني مكفيني. هلا هيدا اللي طلع معك؟ وانا يلي الي كل الليل ما قدرت نام مشغول بالي عليكي؟ من بعد ما اتصلت فيي بنت الحرام وزفتني الخبريه، بدي اقول لك ما بترد على تليفوناتي، اجريا انجح حملوني توصلت لعندك. يعني تسمع منك بالاخر هالكلمتين كتر خيرك والله. شو بدك اقول لك يعني؟ انا غلطت وقلي سنين عم خون جوزي مع واحد تاني وهالتاني هو فريد القاضي؟ هيدا يلي بدك تسمعي؟ يا ريتني مت وما قلتي لي اياها. لك يا ريتني انا بموت لارتاح من يلي انا فيه. ليكي لورا، اوعى تفكري بعد اللي عملتيه رح كون معك او اوقف بصفك. لمن اي متى حسيت انك امي؟ في شي مرة عطلتي همي مثل ما بتضلك عطلاني هم ياسمين وشادي؟ اصلا انت من اول ما تجوزتي عماد وشيلتيني من حساباتك كأم، ولا كأنه هالبنت اللي جبتيها عهدني هي بنتك وهلا جاي عم تربحيني فيها جميلة؟ من يوم وطالع بتنسي انه عندك عيلة، نسي انه عندك ام، بس موت ما بريد تيجي على دفني. فشلت، فشلت بنص عينا. روق آدم، مش بهالطريقة بتنحل المشاكل، ما تنسى إنه في بنت صغيرة بتدق. البنت زهقت من هالكلمة، ارحموني. لورا مش عم تنكر غلطها، هي مش طالبة منك شي غير إنك ترجع على البيت. تصور إنها طلبت مني إلك إنك تعتبرها خادمة لتشوف طلباتك، وهي مستعدة تقوم بأي فحص طبي. يا ناي بترجاكي. أنا اللي بترجاك. لو كنتي رجال كنت فهمتي موقفي. الموقف اللي آخده واضح وبفهمه، بس أنا ست وبفهم لورا أكتر منك. لو منا معترفة بغلطها ما كنت بطلب منك انك ترجع على البيت وتسامحها. لنفترض انه انا خنتها واعترفت بخيانتي لها، كانت رح تسامحني؟ ولو سامحتني شو بيضمن لما ارجع خونها مره تانية؟ دموع لورا اكبر ضمان. سؤال بنتك للورا ضمان تاني. ما تخلي هالحادثه تاثر على مستقبلكم انتو ثلاثه، مثل ما لورا والبنت من دونك ولا شيء، انت كمان من دونهم ولا شيء. اسمع مني وارجع لبيتك وعائلتك، عاقبها هيدا حقك، بس من دون ما تبعد. صعب. لما توفى بيا كانت صغيرة، انحرمت من حنانه وتعذبت كتير بحياتها. ما تتصور قديش لورا عانت بطفولتها، والنتيجة شو اللي عم بيصير اليوم. يا آدم إذا أنت بعدت التاريخ رح يعيد نفسه، وجايا رح تعيش نفس الظروف اللي عانت منها لورا، والله يعلم شو بدها تكون النتائج. صعب تقبل الفكرة. كل ما شوفها رح أتذكر صوت التسجيل عم بيضل بدنيي. ناي، أنا بحاجة أبعد لأنسى، فهميني بترجاكي.